بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الكتاب، وفي بعض النسخة لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في هذه النسخة المطبوعة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال الإمام البخاري بأسانيدنا المتصل إليه: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، وفي بعض النسخة يعني ذكر بترجمة الباب غير هذه الترجمة، ذكر باسم الرد على الجهمية، باب الرد على الجهمية، لكن في هذه الروايات ذكر الراوي أنه كتاب التوحيد ولم يذكر الرد على الجهمية. قال أبو باب: من ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم، مصطلح التوحيد أيها الإخوة مصطلح نبوي، أتى بذلك أهل الحديث بأسانيدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استعمله يعني الإمام البخاري في كتابه صحيح البخاري الذي كنا نعتني هذا الصباح المبارك. إلا أن مصطلح التوحيد قبل الإمام البخاري قد اشتهر عند القدرية، وكذلك عند الشيعة، عندهم الأصول الخمسة، ومن أصولهم يعني التوحيد والعدل، التوحيد. وسمى المعتزلة أنفسهم بأهل التوحيد والعدل، فتسميتهم بأنهم من أهل التوحيد ليس هو يعني التوحيد الذي كان أهل السنة يعتني به. فالتوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات وتعطيله، ويقولون لا يجوز أن نتكلم ونثبت بوجود صفات الله، ولا يثبتون صفات المتشابهات، وبناء ذلك فنفوا عن الله تبارك وتعالى الصفات، وقالوا بعدم جواز يعني تعدد القدماء من الصفات، فأخطأوا في تصور ونفوا بناء على أخطائهم في صفات الله تبارك وتعالى. فسمى هؤلاء أنفسهم بأهل التوحيد بنفي الصفات لكي لا يتصور في ذهنهم تعدد الله تبارك وتعالى. نعم، طبعا هذا المصطلح يعني مصطلح نبوي، ثم سرقه المعتزلة، ثم كذلك بعد ذلك أعاده البخاري إلى موضعه بعد أن سكت يعني شيخ للإمام البخاري، وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام الحنبلية. نعم، وبأسانيدنا إلى الإمام البخاري قال: حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم هذا اسمه ضحاك، وكان بصريا، كان يقول: حدثنا زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أبي معبد هذا أيها الإخوة مولى لابن عباس. ما معنى مولى؟ كان يعني عبدا لابن عباس ثم اعتقه، وهذا يعني من أدب النبوي كذلك أن يجعل الصحابة يعني عبده كالولد كالابن بل كالطالب، فأسبح هؤلاء يعني العبد يعني مثل أبي معبد تلميذا له، فيروي عنه رواية ما شاء الله يتعلق بأصول الدين ويتعلق بقصص النبوية صلى الله عليه وسلم.
وقال سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، يعني بعث معاذا إلى اليمن. وكان هذا البعث أيها الإخوة فيه احتمال أن يكون قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، يعني إما في السنة العاشرة أو قبل ذلك. وفي مصطلح أهل الحديث يستعمل كلمة بعث، يعني أن البعث لا يختص بالأنبياء والرسل، والبعث أيضا استعمل لرسول الرسل، لرسول الرسل يعني نوائب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وقال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. إذن التقى هذا السند أيها الإخوة في اسم الرجل يحيى بن عبد الله الصيفي، لكني أريد أن أنبه أيها الإخوة بأن فيه يعني رجلا اسمه زكريا بن إسحاق، وفي هذا السند إسماعيل بن أمية، وبعض المحدثين جره على هذين رجلين خاصة إسماعيل بن أمية، إلا أن البخاري لا يرى بعثا. طيب، أنه سمع يعني الصيفي ابن صيفي سمع أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول، يعني يقول أبو معبد: سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له، يعني قال صلى الله عليه وسلم له لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، يعني إنك ستأتي قوما من اليهود والنصارى. لماذا يقول ذلك؟ لأن أهل اليمن قبل أن ينتشر يعني دعاة النصرانية من الحبشة كانوا على دين اليهود معظمهم، حتى يأتي يعني دعاة النصرانية من الحبشة فتغير دينهم إلى أن يكونوا من النصرانيين. فمن رؤسائهم الذي اشتهر عندنا بمن يريد هدم الكعبة يعني الملك أبرهة. نعم، أبرهة كان نصرانيا، والذي يأتي إلينا الخبر إنما هو يريد هدم الكعبة ولا نعرف من هو، مع أن في الـ يعني في الـ في التاريخ كان أبرهة نصرانيا، كان صالحا في دينه، وسمع الخبر بأن أهل مكة يا عبد اللات والعزى، يعني عباد اللات والعزى، يريدون هدم كنيسته. فماذا إذا يريد أن يرد عنهم ويدفع عن دينه؟ فقال: سأهدم يعني معبد هؤلاء العرب، ويقصد بذلك الكعبة، ولا يدري بأن الكعبة أيها الإخوة يعني من ورثة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، نعود إلى الكتاب. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم يعني تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن هذا ما سمينا التدرج في الدعوة. أول ما ندعوهم، أول ما نعلمهم ماذا؟ قال: أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. وبهذا الكلام أيها الإخوة، قال الإمام الجويني أبو المعالي الجويني شيخ الغزالي: أول الدين المعرفة، أو الذي اشتهر عندنا أول الدين معرفة الله. نعم، هذه الجملة ليس من كلام النبي، إنما هو يأتي من فهم العلماء، يعني الإمام الجويني ثم الغزالي، من هذا الكلام النبوي.
ثم قال: فإذا عرفوا لا يقول فإذا وحدوا، إنما قال فإذا عرفوا. وبناء على ذلك قال الجويني: المعرفة أسل عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيتهم من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. نعم أيها الإخوة، لاحظوا معنا فيه تدرج في التعليم والدعوة. ما هو أول ما ندعو إلى الناس؟ معرفة الله، ولا نبدأ بالفقه كما فعل كثير من الناس اليوم. معظم الناس اليوم بدأ التعليم بالتعليم الفقهي، والفقه أيها الإخوة معرفة التكليف، معرفة التكليف. فمعرفة التكليف، التكليف يعني كأنه ثقل على الأوام. الصلاة عندهم يعني ثقل، لكن إذا عرفوا من يعني من المكلف عليهم، حتى أصبحوا من المكلفين وهو ربنا تبارك وتعالى، يعني رفع عنهم هذا الثقل، فيرى فيها يعني التيسير ولا يرى فيها يعني الثقل. أيها الإخوة، سألني سائل، بل امرأة سألتني يعني امرأة عن وجوب استعمال الخمار والحجاب، هل هذا واجب؟ أول ما التقى بي وسأل ما سأل، فقلت لها: لا، اعرف الله أولا، يعني الآمر بالخمار والحجاب، من الآمر به؟ يعني الله. إذا تعلمي أولا معرفة الله، ثم تتعلمين شريعته، حتى إذا عرفت الآمر لم ترى فيها الثقل، يعني حينما تطبقين بأمره. نعم، إن صح التعبير أيها الإخوة، فنختلس فنستنتج من هذا الحديث، من هذا الحديث، هذين الحديثين. الأول يعني مشروعية بعث الدعاة إلى غير البلاد الإسلامية، هذا الأول. يعني وقتئذ اليمن ليس يعني البلد، بل ليس بلد المسلمين، فبعث معاذ إليه يعني يدل على أن إرسال الدعاة إلى البلاد غير الإسلامية يعني مشروعة، يعني مأمورة، وذلك من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. إذا نحن الآن لو كنا نبعث داعيا دعاة إلى بلد الغير الإسلامي، أو إلى القرى التي لم تصل فيها الإسلام، فذاك مشروع، لكن بشرط أيها الإخوة، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم معاذا سنوات تقريبا في المدينة، يعني أقرب إلى 9 سنوات أو 10 سنوات تقريبا. ما معناه؟ المرسل المبعوث لابد أن يكون عالما بالله وعالما بأحكام الله. فكان سيدنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى يعني لقبه صلى الله عليه وسلم بأعرف الناس بالحلال والحرام. نعم، إذا النبي لا يرسل يعني رجلا آخر، إنما أرسل معاذا، كذلك في رواية أخرى يعني زميله علي، يعني أرسل معاذا وعلي. وفي الحديث يقول: فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم، يعني
تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. أيها الإخوة، بعد تعليم الصلاة ثم انتقل إلى الزكاة، ويقول صلى الله عليه وسلم يعني في كيفية أخذ الزكاة، ماذا قال؟ تؤخذ من غنيهم، من الأغنياء، فترد على فقيرهم. تؤخذ من غنيهم ما سمينا اليوم فان رايسينج، يعني جمع مال الزكاة. والثاني ترد على فقيرهم، يعني ثم نتصرف بذلك في مصالح الفقراء. وقال فقيرهم، والأول غنيهم. ما معناه؟ أن مال الزكاة نأخذ من أغنياء البلد وننشرها ونعيدها إلى فقراء البلد، وإن لم يكن فيه فقير أو فقراء جاز لنا أن يعني أن ننشرها ونعيدها ونصرفها إلى غير هذا البلد. نعم، وفي هذا المجال يعني كلام طويل عند الفقهاء. فإذا أقروا بذلك، يقول أقروا، ومن هذا الكلام أيها الإخوة اصطلح مشايخنا أن الإيمان هو التصديق بالقلب وهو التوحيد، والثاني إقرار باللسان. يعني فإذا أقروا بذلك، يعني أقروا اعترفوا به واتبعوه، فخذ منهم يعني وتوقى غرائم أموال الناس، يعني توقى يعني من غرائم من أشراف أموال الناس، يعني لا تظلم عليهم. عليك بأد الأمانة، حينما أخذت أموالهم فأد الأمانة ولا تتصرف في غير مكانها. نعم، نواصل. وبلي قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار له لقب يعني بندر، بندر يعني كأنه لغتنا اليوم، يعني بندر يعني دائرة كبيرة، يدل على أنه جامع على روايات الأحاديثية. فتوفي محمد بن بشار بندر تقريبا 4 سنوات قبل البخاري، يعني كان له عمر طويل. قال حدثنا غندر، غندر يعني محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم، سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ. يعني أيها الإخوة، فيه استنباط بعض، قبل بعث الداعي لابد أن يكون فيه تدريبات وتمرينات وتعليمات له، فذاك ما فعله صلى الله عليه وسلم. يقول يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني في السؤال والجواب، ففي التعليم وفي الإخبار. قال الله ورسوله أعلم. قال يعني قال معاذ الله ورسوله أعلم، هذا آداب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كما شرحت أكثر من مرة، كلمة يعبد في مصطلح سيدنا ابن عباس معناه أن يعرف، أي يعني أن يعبد يعني أن يعرف، أخذا بقول ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليعرفون. لماذا؟ لا يمكن للعاقل أن يعبد شيئا لا يعرفه، وبناء على ذلك فالمعبود عندنا المعروف، الله تبارك وتعالى، يعني الذي نعرفه بصفاته وأسمائه وفعله. واختص الله تبارك وتعالى معرفة ذاته على بعض عباده. إذا أيها الإخوة،
قال يعني قال صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه، يعني أن يعرفوه في عبادته ولا يشرك به شيئا، سواء الشرك الجلي وهو عبادة اللات والعزى، وكذلك شرك خفي وهو يعني حب ما سوى الله، وهو يعني صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، حب المدح وخوف الذم. أتدري ما حقهم عليه؟ يعني إذا كان الأول حق الله على العباد، الآن حق العباد على الله تبارك وتعالى. يعني إذا عرفوا الله تبارك وتعالى وعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فما حقهم على الله؟ قال ابن عب قال يعني معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، يعني ألا يعذبهم. فالعذاب أيها الإخوة بدأ من الدنيا، يعني فالعذاب الدنيوي أن يشعر المعذب بعدم الاطمئنان في قلبه، وهو ما ذكر في القرآن الخوف والحزن. أما الذين عرفوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم يعني الاطمئنان، فلهم جنة يعني قلبية. وأما هؤلاء الذين لم يعرفوه ولم يعبدوه، فالله تبارك وتعالى عذبوهم بالخوف والحزن. نسأل الله أن يعيذنا من هذين العذابين. وبعدما دخلوا إلى البرزخ، يعني حصلوا على فتنة القبور، وإذا بعثوا فحصلوا على مشقة إلى آخرها، يعني حساب الله تبارك وتعالى وكذلك عذاب النار. اللهم عجرنا وعجر من معنا من النار، آمين رب العالمين. نعم، نستنبط من هذا الحديث ونستنتج منه أيها الإخوة بأن تعليم والتمرين والتدريب على المبعوث من الدعاة حق، يعني حق واجب قبل بعثه، لكي لا يعلم الناس يعني غير ما علمه الله تبارك وتعالى. طيب نواصل. وبلي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. نعم، هذا إسماعيل أيها الإخوة أيضا ممن اختلف في يعني اختلفت روايته وجرحه بعض الناس وعدله بعض الناس، كأن الإمام البخاري تبع ما فعله شيخه ابن علي المديني الذي قال أن إسماعيل روايته ثقة، وأما الغير يقولون غير يعني سوى ذلك، يعني جرحوه. نعم، قال حدثني مالك، يعني إمامنا مالك، وهذا أيها الإخوة يعني بين البخاري ومالك رجل واحد كروايته عن قتيبة وغيرهم. أن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن أن ابن عبد الرحمن بن أبي صعصع، نكرر. وبلي قال حدثني مالك أن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أن أبيه، يعني عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن، أن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ. فهذا الحديث سمي بمبهم في المتن، إلا أن المبهم في المتن لا يؤثر إلى اتصال السند وانقطاعه، وبناء ذلك فالحديث صحيح متصل. ومن هذا الرجل أيها الإخوة؟ فهذا الرجل كما وجدنا في آخر الحديث هو قتادة بن نعمان، يعني أخ لأبي سعيد الخدري من جهة الأم. طيب، سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني في الصلاة، يعني سمع رجلا قتادة
يقرأ قل والله أحد، يعني في الماضي لم يذكر اسم سورة ويقول يقرأ سورة الإخلاص، لا يقول بالآية الأولى من كل سورة، قل هو الله أحد، يرددها ترديد وتكرار الآية تكرار السورة في رقعة واحدة. فلما أصبح جاء إلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل الذي يسمع قتادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها يعني يتكلم عن الإمام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني يقسم بالله تبارك وتعالى، إنها يعني سورة الإخلاص قل الله أحد لتعدل ثلث القرآن، يعني كان له يعني مكانة في القرآن ثلثه. وزاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة ابن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر فيه الرجل الذي يردد سورة الإخلاص. نعم أيها الإخوة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا الكلام سمينا التقرير. حينما كنت تتعلم مصطلح الحديث ثم تأتي إلى تعريف السنة أو تعريف الحديث، ما تعريفه الذي حفظته منذ زمان وحفظته أيضا منذ زمان، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، وهذا الحديث يعني يندرج تحت هذه المصطلح، حتى هذه المصطلح ألا وهي يعني التقرير. نعم، لماذا أيها الإخوة يكون سورة الإخلاص تكون سورة الإخلاص ثلث القرآن؟ لأن القرآن يأتي ويتضمن فيه ويحتوي فيه ثلاثة أصول. الأول معرفة الله تبارك وتعالى، والثاني معرفة أحكام الله تبارك وتعالى، وثالث معرفة الأخلاق والمعاملات بخلق الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك فمن قرأ سورة الإخلاص فكأنما يعني يأتي بخلاصة القرآن في باب العقيدة، في باب معرفة الله تبارك وتعالى. فلازم أيها الإخوة على قراءة سورة الإخلاص، وإن كان مرة بعد كل صلاة، وإن شئت تقرأه في كل رقعة يعني خفيا، أو تقرأها يعني بعد الصلوات كما وجدنا في رواية النسائي. نعم، ومن هذا الحديث نستنتج من ذلك أن ترديد الآيات وتكرارها سواء آية واحدة أو سورة قصيرة واحدة، ترديدها وتكرارها في الصلاة جائز، في الصلاة جائز، فضلا بغيرها. هذا الرجل كررها وهو في الصلاة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد، ثم يكرر. بل قال بذلك الإمام يعني الجامع بين الحديث والفقه إمامنا النووي في كتابه الأذكار أن ذلك مشروع مستحبة، يعني جائز. ومن هذا الحديث استنبط علماؤنا الصوفية في إيه؟ استحباب يعني تكرار الأذكار، تكرار الحزب. فالقرآن الذي جعلها الصوفي كالورد كالأذكار المداومة عليه سمي بحزب، سمى بالحزب، كما وجدنا بحزب الإمام أبي الحسن الشاذلي، حتى بل فيه حزب النووي وغيرهما يعني أكثر. وبلي قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح. طيب لاحظوا يا الإخوة، اختلف الشراح رواة الحديث رواة الصحيح البخاري،
من هذا محمد؟ فقال بعضهم: محمد هذا يعني الإمام البخاري يقول في ربري راوي الكتاب حدثنا محمد يعني بإسماعيل البخاري. وقال بعضهم: محمد هذا شيخه الذي خالفه، يعني محمد بن يحيى الذهلي الذي يعني بدع الإمام البخاري. ففيه ما يعني يتكلم بذلك الرواة والشرحاء. لكني أقول أيها الإخوة أن قول بعض الشرحاء بأنه محمد الذهلي بعيد. لماذا؟ لأن البخاري بينه وبين الذهلي خلاف شديد، وإن كان في الأول بينهما صداقة، بل علاقة بينهما يعني علاقة الشيخ والمريد، الأخ والأخ، الزميل والزميل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن محمد الذهلي يعني قال بتبديعه، قال بأن البخاري مبتدئ. لا ندري هل هذا من يعني من أجل الحاقد الذي يعني أخبر إلى الذهلي بأن البخاري ضال. ماذا يقول البخاري؟ البخاري يقول: تلفظنا بالقرآن مخلوق، لأن التلفظ بالقرآن من أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة الله تبارك وتعالى. لكن الذهلي له تصور آخر: لو كنا نتلفظ بالقرآن فتلفظنا بالقرآن قرآن، والقرآن ليس بمخلوق، يعني تصور خاطئ. وبناء على ذلك فاتهم البخاري بأنه مبتدئ. وكما رأينا يا الإخوة، تلميذ البخاري وهو الإمام مسلم الحجاج كان يخلع وينزع ويرمي جميع رواية الذهلي من أجل هذه الواقعة، هذه الاختلافات. فبعيد أن يكون هذا الاسم محمد بن يحيى الذهلي. ففيه احتمال أن يكون محمد يعني هو نفسه، يعني الإمام البخاري في برواية الفرابري، أو غيره يعني باسم آخر، محمد بن بشار وغير ذلك، والله تعالى أعلم. يعني قال حدثنا محمد، قال حدثنا أحمد ابن صالح، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا عمر عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه. من هي؟ أمرة ابنتي عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، سرية يعني كالأمير على الجيش، ولم يحضر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بكل هو الله أحد. فلما رجعوا، يعني كان يقرأ لأصحابه في صلاته، من يكون إماما، فيختم في كل سورة قرأها بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فلما رجعوا، يعني رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال، يعني قال صلى الله عليه وسلم: سألوه، يعني اسأل الرجل أمير سرية لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يختم الرقعة بقراءة الإخلاص. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، يعني لأنها يعني سورة الإخلاص قل والله أحد إلى آخرها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها يعني في صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله يحبه. أيها الإخوة، قول الرجل وأنا أحب
أن أقرأها. فمن أحب أن يجعل اسما من أسماء الله وردا من الأوراد أو ذكرا من أذكاره اليومية والليلية أصبح محبوبا عند الله تبارك وتعالى. إذا ما حصة محبة الله هي يعني كم لك، كم فيك يعني المداومة أو المحبة بقراءة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة ترويه سيدتنا عائشة حكاية عن عمل أمير السرية، أمير يعني أمير الجنود الذين بعث إلى أي حرب من الحروب. فكان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحرب ألا نترك الصلاة، فما زالوا يراؤون على ماذا؟ يراؤون على يعني صلاة الجماعة، ومنهم الإمام. فهذا الإمام كلما اختتم بسورة قرأ سورة الإخلاص. وهذا الحديث يدل على جواز قراءة سورة أو سورتين في ركعة واحدة. نعم. والثاني أيها الإخوة، في سؤال عند بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بأن يقرأ بهذه الكيفية، ولماذا فعله؟ فالجواب أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس رجلا جامدا متشددا متنطع، كان رجلا يعني واسع الفقرة واسع الصدر، كان رجلا يحب يعني الأذكياء من أصحابه، فمنهم يعني الأذكياء من أصحابه من فهم حينما يعني وجد الآية وجد السورة فيه أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أي يلازموه في صلاته، ومع أن صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمره ولم يمتثل به. ففي ذلك يعني يستنبط ويستنتج بذلك علماؤنا يعني الفقهاء وكذلك الصوفيين بجواز أيها الإخوة اختيار الرجل، اختيار الصحابة، اختيار العالم على أوراد معين يعني أخذها من القرآن أو من السنة وجمعها. فرأينا اليوم ما رأينا من جمع الأحزاب والأوراد والمأثورات، فرأينا الإمام يعني أبو الحسن الشاذلي جمع حزب، جمع الأحزاب، كذلك ابن عربي له حزب، كذلك للنووي له حزب، كذلك للإمام الحبيب الحداد له راتب الحداد، الورد اللطيف، وغيرهم من الأئمة. نعم، بهذا الحديث استنبطوا على جواز أو على مشروعية اتخاذ سورة، اتخاذ آية أو اتخاذ أدعية أو أذكار نبوية للورد، وإن لم يمتثل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا خاصا تفصيليا. يكفيه أيها الإخوة أن يذكر فضائله ثم نحن نرتبه يعني حسب حالنا. وترتيب الأئمة بكيفية خاصة سمي بالطريقة، طريقة صوفية. يعني العجب أيها الإخوة، فيه رجل في إندونيسيا وغير إندونيسيا يقول ببدعية جمع المأثورات، مثلا ما جاء مع بذلك حسن البنا او ما جاء جمع
مع ذلك ثم يقول أن كل ما فيه صحيح، وقال هذه أذكر النبي. وأنتم تعرفون من يعني أقصد بذلك، وإلا فقولها إلى الله تبارك. طيب، ومن هذا الحديث أيضا أيها الإخوة، فأقرب الطرق إلى الله تبارك وتعالى ما هو؟ المداومة على قراءة الإخلاص، أو بشكل عام المداومة على قراءة الأسماء والحسنى صباحا ومساء وغير ذلك. هذا طريقتنا، طريقة النبوية في أن نصل إلى محبة الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببته، كل من أحب الله فأسماء الله وصفاته يعني معه في لسانه وفي قراءته وفي قلبه.